السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير معانا دلوقتي باراجراف جديد عن كائن مشوق جدا اللي هو النمس. النمس بالانجلش اسمه مانجوس مانجوس فبيقول لي اكتب ريفيو مقال نقدي اوف مانجوسز اللي هو حيوان النمس. تعالوا نتعلم شويه معلومات كده جديده على عن النمس أه، نشوفه بيعيش فين بيتغذى على ايه مهم ولا مش مهم ايه فايدته أه، والاهم بقى ان احنا نعرف ان النمس ده أه، هو تيمون فاكرين تيمون وبومبا مش عارف انتوا شفتوه ولا لا كرتون تيمون وبومبا اللي هو بتاع محمد هنيدي أه، مانجوس بقى اللي هو تيمون تمام أه، يلا بينا نشوف البروجراف بيتكلم عن ايه بيقول لي there are there are يعني يوجد a lot of الكثير من kinds يعني أنواع of kinds of يعني أنواع من يبقى يوجد a lot of الكثير من kinds of الأنواع من mongooses mongooses اللي هو جمع النمس بقى أنا مش عارف النمس جمعها نموس ولا إيه مش عارف المهم mongooses اللي هو حيوان النمس in the world في العالم طيب الجملة خلصت الجملة اللي بعدها حرف كابيتال أنا دايما هتلاقوني بكرر عارف إن أنتوا عارفين والله بس هتلاقوني دايما بكرر إيه يعني بأكد عليها لأن الجزئية دي بالبانكتويشن في البروجراف مهم جدا 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 اللي هو علامات الترقيم آه وقواعد كتابة البانكتويشن مهمة جدا أ آه مانجوس اللي هو اللي النمس هاز لديه a long body يعني body يعني جسد واللونج يعني طويل عنده جسم طويل عارفينه كده لما بيقف على رجليه الاثنين علشان وتلاقي ايده وتلاقي ايديه اللي قدام دول مرفوعين تمام عشان يقعد يراقب كده فهو ايه عنده لونج بادي لما بيقف على رجليه اللي ورا بيبان ان هو طويل يبقى عنده لونج بادي جسم طويل with بي شورت ليجز بارجل قصيره عشان كده هو بيقف يشب يعني يشوف لو في خطر حيوان كده جاي يأذيهم ولا حاجة. أند uh, و هنا دي أند زيادة. أند و a long tail tail اللي هو الديل long طويل يبقى uh, a mongoose has لديه a long body جسم طويل with b short legs أرجل قصيرة and a long tail وديل طويل. their bodies أجسامهم are covered are covered مش تو cover يعني يغطي بس cover يغطي لكن are covered يعني مغطى بي نفس الموضوع برضو مبني للمجهول passive خدناها في ال في البروجرافات القديمة المبني أه المجهول am نكتبها تاني برضو عشان لو حد ما شافش البروجرافات القديمة am أو is أو are ده صيغه المبني للمجهول في المضارع البسيط وبعد كده الباست بارتيسيبل طيب انا عايز اقول اجسامهم مش بتغطي لا هي اجسامهم متغطيه ب متغطيه ده باسف مبني المجهول طيب الاجسام يعني جمع يبقى ار وبعد كده كفر اللي هو يغطي التصريف بتاعه covered يبقى their bodies are covered مغطى by ب thick fur fur اللي هو الفرو ثيك يعني سميك مانجوسز اللي هو النمس كان يستطيع سي ان يرى and hear ويسمع very well يعني كويس جدا بصوا يا شباب well اللي هي الظرف بتاع جود جود يعني جيد الظرف بتاعه well يعني بشكل جيد تمام اللي هو الحال الظرف هو هو الحال very يعني جدا يبقى very well بشكل كويس جدا which والذي helps them بيساعدهم ان هما بيسمعوا و كويس جدا يبقى ذلك helps them بيساعدهم to find ان يجدوا food طعام and و avoid avoid يعني يتجنبوا danger اللي هو الخطر they are هما يكونوا famous for famous for يعني مشهور ب fighting snakes fighting يعني قتال سنيكس الثعابين. They هما ار يكونوا able to قادرين على دي كانت able to كانت في الجرامر بتاع الترم الاول. Uh, they are هما يكونوا able to قادرين على kill يقتلوا snakes الثعابين by عن طريق biting them عن طريق عضهم يعني اللي احنا عم متعودين عليه ان التعبان هو اللي بيعض لا دول بيعضوا الثعابين بسم الله ما شاء الله. عن طريق عرضهم there are you get a lot of الكثير من mongooses من النمس in Africa في قارة أفريقيا Asia في قارة أسيا and were parts يعني أجزاء of parts of أجزاء من Europe أوروبا تمام طبعا عشان هم قارات لازم أول حرف يبقى كابيتال طالما اسم يبقى كابيتال على طول Lives هو بيعيش in forests في الغابات wetlands wetlands اللي هي الأراضي الرطبة wet ده مبلل كلمة wet دي صفة معناها مبلل land يعني أرض يعني أرض مبللة يقصد بها أرض رطبة اللي هي بيبقى فيها مستنقعات وبيبقى فيها أمطار كتيرة وكده وبيبقى فيها ليكس بحيرات فبتلاقي الأرض دايما مبللة تمام اسمها wetlands الأراضي الرطبة or grasslands الأراضي العشبية under the ground تحت الأرض or rocks أو تحت الصخور هما بيعيشوا في الأماكن دي mongooses are النمس يكونوا also أيضا very famous famous يعني مشهور famous for مشهور ب killing يعني قتل rats الفئران So ولذلك they were taken تم اخذهم. اه اخد بالي من الحته دي جميله جدا. انا بحب ادخل كده شرح الجرامر في, في البروجراف، مهم جدا لان لو قدرت انت يبقى عندك فوكابلري كتير، كلمات كتير، وعندك قواعد ستراكشر وجرامر كويسين، آه, كتابه البروجراف ده بالنسبه لك هيبقى ميه. طيب ايه يا مستر were تيكن دي؟ انا عارف تيك يعني ياخذ. ايه were تيكن دي؟ طيب احنا هنا اتكلمنا عن الباسيف المبني المجهول في المضارع البسيط صح؟ اللي هو لو انا عايز اقول حاجه بت يعني مثلا ايه؟ كفر آه يغطي زي اللي خدناها هنا دي، كفر يغطي طب ار كفرد يعني مغطى بيه. طب لو انا عايز اقول مش مغطى بيه عايز اقول كان مغطى بيه، حاجه في الماضي، اعمل ايه؟ هاخد المبني المجهول بس بدل المضارع اخليه في الماضي، طب ما دي سهله اهي. ام و از و ار بتاعهم ووز و وور وبعد كده برضو احط الباسبورتس تصب والتصريف التالت للفعل بس خلاص يعني ايه تيك ياخذ طب لما اقول were تيكن تيكن دي خد بالك التصريف التالت بتاع الفعل تيك وورد تيكن يعني تم اخذه تمام يبقى ذي هما وور هو اخذ وور علشان ذي ووز بتيجي مع اي وهي وشي وات و بتيجي مع you و we و they هما were taken تم أخذهم هما اتخذوا مش هما أخذوا لا يعني ببني المجهول هما اتخذوا to live لكي يعيشوا in في several islands islands يعني جزر و يعني عديدة زي many many يعني كتير زي a lot of شبهها كده several islands جزر عديدة in Hawaii في في جزر الهاواي ليه بقى أخدوهم هناك؟ تو لكي كنترول يتحكموا في the rat populations populations اللي هو كلمه population بتاع عدد السكان تمام؟ يبقى عدد السكان بقى اي حاجه يعني عدد الكائن الكائنات الحيه دي فلما يقول rat populations يعني اعداد الفئران ذير يعني هناك يبقى خدوهم عشان يموتوا او يقللوا يتحكموا في عدد الفلان اللي هناك they هم also ايضا eat ياكلوا birds طيور frogs الضفادع lizards السحالي seeds البذور eggs البيض and nuts والمكسرات unfortunately unfortunately معناها آه لسوء الحظ عامله زي كلمه uh, unluckily الاثنين معناهم لسوء الحظ mongooses النمس are يكونوا endangered دي صفه يا شباب endangered يعني معرض للخطر اسمها يا مستر endangered endangered يعني هم معرضين لخطر الانقراض mainly بشكل اساسي تمام كلمه مين يعني اساسي او رئيسي mainly يعني بشكل رئيسي because of بسبب deforestation 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 يعني قطع الغابات and loss of loss يعني خساره او ضياع loss of habitat وخساره الهابيتات اللي هو الموطن بتاعهم بسم الله ما شاء الله الانسان ما سابش حاجه حتى المانجوسز يعني ايه مش عاتق البيئه بتاعته آه كده يبقى خلصنا الباراجراف بتاعنا اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا اشوفكم على خير ان شاء الله في باراجراف جديد والسلام